مخرجنا محمد سليم محضر لنا تقرير كده عن الملاكمة، تعالوا نشوفه مع بعض. فاز بالمباراة الأولى في بطولة MMA للفنون القتالية حازم في الباب، نرحب بيك ونقول لك مبروك. ربنا يخليك، شكرا وعقبال كل تمام إن شاء الله. حازم المباراة كانت مباراة قوية ومنافس قوي، لكن قدرت إن أنت تنهيها قبل انتهاء الوقت الأصلي للمباراة. إن شاء الله وإني أول بطولة إن شاء الله، بس إن شاء الله فيك أحسن كمان إن شاء الله. حازم لاعب لسه جديد واول مره يلعب على في الكيج MMA، هو لاعب الحمد لله انا بتابع له ان هو يبقى كويس جدا. يعني MMA عباره عن لعبه اسمها قتال مختلط، ضم بين الكيك بوكسينج والمصارعه والجودو والكيوان، طبعا قتال شامل من جميعها، وهي عباره عن فايت خمس ثلاث جولات، كل جوله خمس دقائق. الاستسلام فيها اما لوك اوت قاضيه، يا اما تيك او اللي هي بضرب فيه والحقه بدون رد، يا اما سبمشن. صدقني هقول لك، انا رغم انا ما نمتش بقالي 24 ساعه لظروف خاصة، جاي من شرم الشيخ بعربيتي سايق على الماتش، بحيث اني انا ما ضيعش اي فرصة فايت انسايد بلدي مصر اللي بحاول ارفع علمها في كل مكان في العالم بإذن الله. يعني في حلم بيراودني مع اصدقائي، مع البطل البروفيشنال محمد علي فيليكس، ومع كابتن محمد وكابتن خالد عبد الحميد، منظمين الاي اف سي والمسؤولين على الاي اف سي في مصر. صدقني مش عايز اقول لك، انا لسه ما عملتش حاجه، لسه عندي كتير، عندي كتير كتير اقدمه عشان اثبت لكل العظماء الرياضيين في العالم، زي ما اقرب اصدقائي كرم جابر كان محطم نفسيا وراح عمل ميداليه اولمبيه ثانيه، انا صدقني بعيد عن الاولمبيات ربنا ما هيقليش او ما وفقنيش ان انا اعمل حاجه في البوكس مع منتخب بلدي، باذن الله هعمل حاجه لبلدي في القتال الحر او الام ام اي او السبيشال مارشال ارتس راوند ذا وورلد.